التطورات اللي حصلت في ليبيا خلال ال 24 ساعة الأخيرة الحقيقة هي تطورات مهمة جدا، وهي تطورات في الاتجاه الإيجابي. مصر كدولة جارة وطبعا دولة شقيقة للدولة الليبية بكل تأكيد كانت سياستها واضحة تجاه القضية الليبية وأطراف القضية الليبية، زي ما أرادت مصر وأراد القوى الفاعلة في المجتمع الدولي والقوى اللي كانت بتنظر نقدر نقول إلى مصلحة برضو الشعب الليبي بكل تأكيد. هو فكرة وقف إطلاق النار، فكرة انتصار الإرادة المصرية في هذا الأمر، وضع خط أحمر الكل التزم به، ولكن حتى في النهاية في البيانات اللي خرجت من مجلس النواب ومن المجلس الانتقالي من الطرفين الحقيقة الكل أثنى وأشاد بالدور المصري في هذا الإطار. معايا على التليفون الأستاذ أحمد عليبة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا. طيب لسه مش معايا الأستاذ أحمد. عموما برضو عايز أقول لحضراتكم إن بعد الشهرين من إعلان مصر وإعلان الرئيس السيسي المبادرة المصرية لحل الأزمة، ده إدى نقدر نقول أو وضع العالم كله إلى أو أمام حقيقة مهمة جدا، إن الوضع على الأرض الليبية لا يحتمل إطلاقا سكب البنزين على النار إطلاقا. يعني كان الأمر قاب قوسين أو أدنى إن هو يتفجر في أي لحظة. تابعنا بعض التصرفات غير المسؤولة قد تكون من بعض الأطراف واللي فيها تهور، ولكن في النهاية بنبارك للشعب الليبي مرة تانية وإن شاء الله، ونتطلع إلى أن تكون هذه الإعلانات اللي تمت بالأمس هي بداية خير واستقرار إن شاء الله. الأستاذ أحمد عليبة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية رجع معنا تاني. أستاذ أحمد مساء الخير، وشايف إزاي التطورات اللي حصلت في الشأن الليبي آخر 24 ساعة؟ مساء الخير. أولا أهلا بك على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني أنا في تقديري لو إحنا بنتكلم على بيانات وقف إطلاق النار باعتبارها الحدث الرئيسي خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الساحة الليبية، إحنا بنتكلم على نقلة نوعية بتتعلق باتجاه إرادة الأطراف في الأزمة الليبية بأنه يكون فيه نوع من يعني بداية للحل، أو يعني نقدر نقول إنها نقطة بداية لمتغير جديد على الساحة الليبية بيتعلق بوقف إطلاق النار. وفي حقيقة الأمر يعني طبعا معروف إنه كان فيه مناشدات، كان فيه طلب دولي على موضوع وقف إطلاق النار. القاهرة أيضا لعبت دور رئيسي في هذا الموضوع منذ اعلان القاهره الذي نص في اول كلمه منه على ضروره وقف اطلاق النار من يوم 8 يونيو. وانا بعتقد انه يعني ده يعني يدينا مؤشر على يعني بدايه ربما طيبه، لكن اذا كان يعني بنتكلم بشكل موضوعي احنا قدام بيانين، يعني بيانين من الطرفين وليس بيان مشترك. البيانين القاسم المشترك ما بينهم هو عنوانه وقف اطلاق النار، هذا هو العنوان الاستراتيجي. طيب تفتكر ايه هي خريطه الطريق؟ وانا اعتقد ان اللي هم حتى يعني قيل من الطرفين بيتماشى مع اعلان القاهره فكره وقف عمل الميليشيات، نزع سلاح الميليشيات، فكره اللجوء الى صناديق الانتخابات وتشكيل حكومه ائتلافيه تمثل فيها كل الاطراف في الداخل الليبي. يعني هل حضرتك شايف ان هي دي قد تكون خريطه الطريق القادمه ان شاء الله؟ يعني هذه المحاور بتشكل بالفعل خريطه الطريق، لكن يعني كما ذكرت العنوان واحد، لكن التفاصيل ربما فيها نوع من التباين في الرؤى، لكن هذا التباين في حد ذاته ما هوش مشكله، لانه في الاخير يفترض انه هناك مسار سياسي في جنيف، هذا المسار سيجتمع فيه الاطراف ويقررون ما هي يعني النقاط الاساسيه او المخرجات الاساسيه التي سيعمل عليها خريطه الطريق. لانه اذا كنا بنشوف مثلا بيان المجلس الرئاسي بيتحدث عن انتخابات خلال 6 اشهر، الامر يختلف عن اتجاه اعلان القاهره اللي بيتكلم عن فتره انتقاليه 16 شهر يعني سنه ونص، او بيتكلم ايضا عن او البيان الاخر الصادر عن البرلمان الليبي اللي بيتكلم ايضا عن حكومه انتقاليه. وده في فرق كبير بين الاتجاهين، لانه معنى انه يكون في حكومه انتقاليه ده هيكون وفقا لمسار جنيف السياسي، بنتكلم على حكومه توافقيه لمده لفتره انتقاليه يتم التوافق عليها، والحكومه الانتقاليه هي اللي تطلع باداره الامور
ومن ثم ايضا جاء في البيان بتاع الخاص بالساده أقيلة صالح رئيس البرلمان بانه يعني اقتراح بانه ممكن تكون سرت باعتبارها المنطقه الوسطى هي عاصمه انتقاليه خلال هذه الفتره المؤقته، بحيث ما يكونش في يعني هناك نوع من الانحياز لا الى الشرق ولا الى الغرب في هذا الاطار. لكن ان تكون الانتخابات بعد 6 اشهر وفقا لما اصبحوا الملك الرئاسي، ده معناه ان الملك الرئاسي نفسه وفقا للاتفاق السياسي الخيرات هو عايز يسلم لحكومه بعد الانتخابات، ودي فتره بصراحه يعني فيها نوع من الاشكاليات. نتمنى ان شاء الله ان الفتره الانتقاليه دي حتى تكون قصيرة وتكون نتائجها إيجابية، ويبقى في مساندة سواء إقليمية أو دولية للشركاء الليبيين إن شاء الله عشان يعبروا هذه المحنة، المحنة اللي طولت في التاريخ الليبي وعانى منها ملايين من أبناء الشعب الليبي على مدى أكثر من 10 سنين فاتوا، وفي معاناة ومعاناة جديدة جدا نتيجة للاقتتال الداخلي للأسف، المخططات الإقليمية والدولية عشان السيطرة على مقدرات الشعب الليبي، ولكن الحمد لله يعني طال الزمن وطالت المعاناة، ولكن إن شاء الله يبدو أن في نهاية الطريق نور بإذن الله.